نروح أيضا لتغريدة من حساب وزارة الرياضة، ختام على ضوء القمر. أنا والله أدهشني الفعاليات المصاحبة المتواجدة، فريدة من نوعها وجديدة، وصراحة أشكر وزارة الرياضة على هذا العمل اللي تقدمه. نشوف السباق النهائي وإن شاء الله يكون فيه متسابقين سعوديين إن شاء الله في المسابقات العالمية زي هذه. طبعا حدث كبير ضمت جنوبات الدرعية وكانت أصداء جميلة جدا عند الجميع، ونتمنى نشوف سباق الفورمولا إي في مختلف مناطق المملكة، وأكيد تحية تقدير وشكر لوزارة الرياضة اللي ما بتبخل بأي مجهود تقدمه لإسعاد الجميع. شكرا لكم من قلوبنا ومستمرين.